FM. نبيها اسمي من ود قرينا، اي نسكن في ود قرينا. هادي تسكن غادي؟ ايه من اللي تولدت وانا غادي البقعة ذيك. اصلي من ود قرينا. الفرق بين قضاة بكري وقضاة اليوم؟ اللي اليوم ارخص، هاو الطماطم 300 سوم باهي اليوم، هو ارخص مرشي هو راهو هذايا. نحكيك على قضاة قبل. لا قبل غالية، قبل غالية اليوم باهي هاو السوم. فلفل أخضر هاو لقيتو اليوم 600 وبالفرز زادة نفرز وباهي مرشينا هذايا، ديما نقضيو منه أقل واحد في السوق، أسعاره مناسبة. اليوم مقرونة بالفروي دو مير، شربة تشيش بالقرنيت، بريك الدنوني، سلطة مشوية، هذايا اللي تو في البرنامج هذايا. كيفاش تحضروا؟ هي مو من ماضي ثلاثة نبدا عاد نحضر، نشوي سلاطة ونبدا نحضر من ما ثلاثة نبدا نحضر. ومقرونة فروي دو مير كيفاش تحضروا؟ احكي لنا على شوية. نحضروا نطيبوا الفروي دو مير الكروفيت والنوا والقرنيات وكلهم نطيبوهم الصلصة، ومن بعد نصمتوا المقرونة ونخلطوهم الكل مع بعض. شربة نطيبوا القرنيت هذاك نطيبوه قبل خاطر هو يقبل الغلو شوية، ومن بعد نفوحوه ونمركو ونرميو الدشيش. سلطة مشوية نشويو سلطة ونعملو بريك الدانوني. سلطة مشوية وبريك الدانوني حلو بالورقة، بريك الدانوني حلو الورقة، ونحضروا كل حشوة عاد جبونات وطن وكل شيء، ونقصوهم بالصحفة باش تبدا مدورة. وتو فما حاجاتك اللي يقصوا بيهم يبداو مدورين، أما احنا ماشيين ديما على التقاليد نتاعنا نتاع بكري، نقصوها بالصحفة مدورة ونحطوها ونقليوها. الغلا توك عندنا دليع وعندنا البطيخ. هاكا مرة دليع ومرة بطيخ، وزاد الأولاد هاكا يحبوا الخوخ، هاكا كان يحبوا الخوخ، هاكا نعمل لهم خوخ. كان يحبوا دليع نقص لهم دليع، يحبوا بطيخ نقص لهم بطيخ، هما شنو اللي يحبوا الأولاد. الشهية طيبة ورمضانكم مبروك للجميع، وجميع التوانسة الكل.